اهلا وسهلا بيكم معايا في تقرير جديد، تقرير من التقارير اللي انا بعتبرها مهمه جدا جدا في علاج مرض البهاق. طبعا انا بقول ان احنا يعني زي ما انتم شايفين كده احنا هنبتدي نشتغل دلوقتي، نبتدي يا دكتور، هنقفل كله ان شاء الله واحنا مع بعض. طبعا الحالات دي لما بنظبط الدرجه بتاعه الحقن ونشتغل مع بلازما الدم بعدها مثلا بحوالي اسبوع كده بتكون النتيجه هايله. احنا هنشوف من النهارده نتيجه هايله، نتيجه واضحه جدا، الدرجات تعتبر اختفت تماما. يمكن لما عملنا اختبار امبارح، كان الاختبار معمول في المنطقه دي، يمكن انتم مش هتصدقوا ان المكان ده اوريدي كان فيه بهاء اساسا. انا ما حبيتش اقول ان كان فيه بهاء، بس انا عايزه اقول المكان ده اختفى تماما وجاب لي نتيجه في خلال 24 ساعه مرضية جدا بالنسبة للمريضة. نرجع بقى المشكلة كمان، وهي ظهور الشعر الأبيض في السن الصغير نتيجة لإصابة فروة الرأس مثلا بمرض البهاء. ساعات بيطلع البهاء منطقة حوالين العين ويخش على الجفن ويطلع على الشعر، يعني في نوع من أنواع البهاء بيبقى واخد نص الوش كده، ودي إن شاء الله بإذن الله في تقارير جاية هنحاول نجيبها لكم وتشوفوا مع بعض إحنا بنشتغل معاها إزاي. الحالات دي بنشتغل معاها ببلازما الدم، بالميزوثيرابي، وبعلاج علشان يبتدي ينشط لنا ال 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 التسبغات الخاصة بالشعر الأبيض في البصيلة نفسها. بنستخدم بعض الفيتامينات زي البايوتين، وده بيبقى مهم جدا عشان يساعدنا في ظهور الشعر الأغمق مع السن الصغير. طبعا يا جماعة يمكن في ناس كتير قوي بتفتكر ان مرض البهاء ده مرض معدي. الحقيقة ده مرض مناعي بيتأثر جدا بالحالة النفسية. المرض مش معدي خالص. البلاد الأوروبية ما بتعالجش المرض ده أساسا، يعني بمجرد ما بيروح المريض للطبيب عنده بهاء بيبعته على الطب النفسي عشان يحصل له نوع من أنواع الأدابتيشن، أو إنه هو يتعود على وجوده. يمكن أنا شفت مرضى كتير جولي السنة اللي حالية اللي احنا فيها دي من أوروبا، هو مش منتشر طبعا هناك الحقيقة، يمكن بشوف مثلا حالتين ثلاثة كل مثلا شهر جايين لي من لندن، من امريكا، يعني شفت من تركيا كم حالة السنة اللي فاتت. لكن طبعا هم بيتعاملوا مع المرض ده من الناحية النفسية بس، ان احنا نتوافق او نتعامل معاه او نتعود عليه. هم عندهم ثقافة ان المرض ده حاجة ما تكسفش، او بما انه مش بيعدي يبقى ما فيش مشكلة. لكن احنا في بلادنا او في شعوبنا العربية عموما على مستوى الوطن العربي تبقى حاجة مخجلة، تبقى حاجة ممكن لو في بنوتة مثلا على وش جواز ما تتجوزش غير لما يختفي تماما. بيعمل مشاكل في قصة الهيئة العامة كشغل، يعني لو حد شغله بيتعامل مع عملاء وكده بيفقد الشغلانة دي، لو بيشتغل حتى في مطعم ويقولك لو طلع ممكن يعدي ولا حاجة. طبعا فعلاجه بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دي بيبقى سريع، ويعني انا شايفاه علاج نفسي اكتر ما هو علاج للمرض نفسه. طبعا احنا يعتبر دلوقتي قفلنا كل المساحات تقريبا المصابة ودخلنا على اللاينات كلها. هايل، حلو قوي، تمام يا دكتور، تسلم ايدك. الدرجات اللي اتحقنت طبعا زي ما احنا شايفين، كمان لما الجلد يهدى هتبقى طبيعية جدا. بشكرك يا دكتور منى، ميرسي قوي بجد. على فكرة احنا حتى لو ظاهر البهاء في الشفايف نقدر نحقنها برضو بالحقن الفوري ونقدر نجيب فيها نتائج هايلة جدا زي ما احنا شايفين. يعني منطقة بتبقى حساسة شوية لكن كده حلو قوي. زي ما احنا شفنا كده النتائج هايلة فورية في نفس الوقت. بشكرك يا دكتور منى، بشكرك يا جميل تعبناكي معانا، بشكركم يا جماعة، ومع بعض في التقرير اللي جاي.